السلام عليكم. هذه عندكم تين تعبانة لأن التربة فقط رملية، طبعا تجي من أكثر مشاتل رمل لأساس أنه أوفر لهم، لأنه بيحطون بيتيموس بريلايت وكذا يكلف ويزود سعر الشتلة، لكن سهل الموضوع أنه إذا طلعته طلع طبعا كامل للتربة، تحاول تشيل الطبقة العلوية من التربة لأن هذا تجمع فيها الأملاح، إنك تزرعها أنت في الأرض ما تحتاج أي شيء، في الأرض تغرسها على طول، لكن لما تزرعها بصيص هذا لازم تكون التربة جيدة. والحين أوريكم خلطة التربة، فالحين شوف الحين قاعد نشيل زين بحيث ما تطلع الجذور كلها، بس تشيل الطبقات. شوف الجذور، الجذور السوداء هذه تعبانة، تتجدد بعدين مع التربة الجديدة، تتعمل من الملح بحيث انه يكون لما نحطها بالأصيص هذا مع التربة تكون اكثر تدخل للسماد وخلطة التربة مسمد. يكون الشغل طبعا وقت بارد بالليل، الحين لان تحت الشمس وتنقلها تحت الشمس ممكن تتأثر في جفاف. نحاول نشيل اكبر قدر ممكن، نطلع الجذور هذه العلوية وخلاص نضيفها بالأصابع، ثم بعدين نحطها في التربة. شوف لاحظ هنا، شوف الجذور دي تتفتت، هذه ما تمتص ماء، كل هذه الشعيرات دي ضعيفة، هذا كله تحاول تحققه بيدك من الحرص انه ما تتفتت التربة. لاحظ الآن بيدي، طبعا في ناس يقول انا رمل، لا الرمل عادي، الرمل يكون مسكي قبلها 5 ساعات ثم بعدين تطلعها ما في اي مشكلة، دائما يكون عندنا حنية وخفة في زراعة الشجر، ما تفكها وتضربها بالأرض وكذا وتقول بعدين تجيك الشتلة تموت عليك. شوف طلعنا الحين الجذور، ليش؟ أنا أبغى أجدد التربة صح ولا لا؟ بحاول أشيل أكثر قدر بس من غير ما أشيلها كاملة، ولكن أشيل فقط بالأطراف. لاحظ الحجم شلون نقص من هنا لهنا، راح نصغره علشان تكون بخط تربة البيتموس اللي مخلطة هنا مجهزة مخصبة وبيتش حقها ممتاز، فيها جميع العناصر اللي تحتاج الشتلة لمدة 6 شهور، يكفيها فقط السماد الشهري اللي نضعه، والتربة لا تجدد أبدا، صالحة 5 سنوات التربة، مو بس هذه التربة اللي نزرعها فيها. لاحظ كيف صارت الحين بعد ما شلنا منها التربة الملحية والتربة السيئة اللي هي الرملية، خليناها بهذا الشكل. طبعا هذا تبغى واحد محترف، يعني إذا ما تعرف الشغلة ذي خليك على الخفيف، ولازم يكون بالليل ما تضربها الشمس وانت قاعد كذا، يكون في تيبس بالجذور ممكن تتلف الشتلة ممكن تتعب، لكن بالليل وقت البراد ما في أي مشكلة. ولاحظ الآن أن التربة موجودة والأصل موجود، وناس يقول تفت التربة ماتت ما في أي إشكالية، لكن لا تزرع في وقت حار إذا تبي تسوي الحركة هذه. الحين بوريك شلون تزرعها في الأصيص، طبعا هذا خاص زراعة في الأصيص، في الأرض تزرعها كما هي ما في أي إشكالية، الأرض الرملية هي نفسها أرضنا. نتكلم لما تزرعها بالأصيص، الأصيص يبغى تربة خاصة. الحين نحط التربة هذه، هذه التربة طبعا خليط من 7 مكونات مخصبة جاهزة ممتازة. بس لاحظ الحين علشان نقوي تجذير الشجر، هذا مشروع في اليوتيوب يعني عدة أشخاص ومجرب، الآن حطينا تذيب عمق المفروض أنها تزرع بهذا الشكل زين، لاحظ فوق صور هنا المفروض تزرع بهذا الشكل، لكن احنا بنزرعها تحت ليش؟ عشان نقوي التجذير. شلون نقوي التجذير؟ ادفن سلطان شوي. بس شوف الحين خليناها بالقاع زين، لاحظ انه قاع يعني بربع بالربع بالثلث السفلي من الاصيص. لا صور من هنا التربة شفاه، غطي هذا، غطي الجذور بس وخلاص. الحين ايش ابغاك تسوي؟ احنا بنعطيك التربة وتروح البيت، الحين بتروح نعطيك التربة الباقية وتروح للبيت وتسقي الشجرة هذه طبيعي كأنه هذا حوضة، بعدين هي راح يكون عندنا موات ترتفع، احنا بنغطي الشجرة الى هنا صح؟ لو غطيناها من الحين راح يكون فيه شبه عدم وجود اكسجين، فما تكون فيه الا جذور السفليه، احنا نبغى هذا يجذر زياده لان عندك الشتله تعبانه، فراح نخليها كذا، بعد شهر تزود انت كذا الى هنا ثلث التربه، الشهر الثاني تزود الختامي
كامل التربه. يعني هذه التربه راح تكون عندك في الكيس وتشتغل على انك تزود التربه كل شهر. راح تلاحظ انه بعد شهر انه الجذور هنا جذور جديده. لما ندفن ويروح شهر بيطلع جذور جديده. صار عندك ثلاث ابراج من الجذور الجديده تعويض للجذور القديمه وزياده عليها، مما يعطي للشتله قوه في الاصيص. اما لو نزرعها كشتله، اذا كانت الشتله قويه جذورها من الاصل، لاحظ الحين انه قمه الشجره اللي المفروض التربه توصل هنا توزنها انت على الحوض على مستوى الماء. لاحظ هنا مستوى الماء واحد، لكن ما راح ندفنها الا بعدين علشان يجذر عندنا هذا كله. ما راح يجذر اذا دفناه زياده، ما يكون في اكسجين للتربه وما في تهويه، فيحدث انه تاخر التجذير. طبعا لو دفنتها الان وزرعتها راح تلاحظ تحسن بعد 4 شهور، لكن بالطريقه ذي راح شهرين راح تشوف ثمر ان شاء الله بهذه التينه باذن الله. تصورها لي وترسلها لي واحطها انا في تويتر للناس استكمال الفكره ان شاء الله تعالى.